يقول السائل: نويت صيام قضاء رمضان من الليل، وأثناء أذان الفجر شربت ماء ولم أكن أعلم بالأذان، وانتهيت من شربه في منتصف الأذان وأكملت صيامي، فهل فعلي صحيح؟ هذا يختلف اختلاف المؤذنين. إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت فلا يجوز أن تتناول شيئا بعد الشروع في الأذان، لأنه على الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر حتى يؤذن، وحتى للغاية، يعني لا تأكل بعد أذانه إذا كان يؤذن على الوقت. أما إذا كان إنه يتقدم الوقت لأجل إيقاظ الناس فكل واشرب حتى يؤذن المؤذن الذي على الفجر. نعم.